أما هلأ بننتقل لمحطتنا الأخيرة برحلتنا الصباحية لليوم، ودائما خلال رحلاتنا الصباحية اليومية بنسلط الضوء على المواهب السورية الشابة. اليوم معنا صبية حنين ماضي إلى بصمة وموهبة مميزة، عزف على آلة الكمان، رح نتعرف عليها أكثر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح الخير حنين، اهلا وسهلا فيكي. بدايه خلينا نتعرف اكثر، ايمت بلشتي بعزف الكمان وقد ايه صار لك؟ بلشت بعزف الكمان من 9 سنين، يعني تقريبا الي 7 سنوات بعزف على الكمان. انا بحب آلة الكمان لانه آلة كثير حلوه، وهي كانت موهبتي من وقت ما كنت صغيره، يعني كنت احلم انه انا اعزف على الكمان وبحب هذا الشيء. خلينا نبلش نسمع شيء حضرتي لنا. سلم الايدين، يعني مثل ما بتقول الغنيه اللي كنتي عم تعزفيها لفيروز، مناديلك ما حدا ضايع بهالمدى، نحن ضعنا بجمال عزفك. حنين خلينا نحكي اكثر، اليوم المواهب لما الواحد يبلش يتعلم على اله من الالات بيختار وقت طويل، بده مجهود وبده دراسه وبده احيانا الاشتراك بمعاهد ودروس خصوصيه، اضافه الى واضح انه من عمرك صغير، يعني انت لسه بالمدرسه او مقبله على الحياه الجامعيه. خلينا نحكي عن التنظيم الوقت.
هلا دراسة ولا الموسيقى اثنيناتهم نفس الشيء، يعني ابدا ما في فرق، يعني مثل ما الواحد بده يدرس بالبيت بينظم وقت مثلا انه 8 ساعات دراسة بالبيت كل يوم، كمان الموسيقى نفس الفكرة انه لازم كل واحد انه كل يوم الواحد يعزف ساعتين بالاقل بالنهار، يعني ابدا. وبعدين الموسيقى ما بتأثر ولا بأي شكل سلبي على الدراسة او على اي شيء خلال النهار، لانه لا هي بالعكس يعني بتعطي شيء ايجابي اكثر، ممكن تخليك تصيري هادية اكثر، رايقة اكثر، انه ابدا انت ما بتتوتري، ما بتصيري انه يمكن لانه عم يمكن تعزفي شيء بتحبيه، آلة بتحبيه، وهيدا الشيء عم تحكي من الطفوله بياثر على دراستك بشكل ايجابي، بتصيري بتحبي الدراسه بطريقه مختلفه. خلينا نحكي ليش اخترتي آلة الكمان هلا عن الآلات الاخرى. كمان هي آلة كثير حلوه، آلة حساسة إلى إحساس مرهف. هلأ هي تعتبر أنثى الآلات الموسيقية بشكل عام، حتى يعني هي أكثر الآلات بتعبر عن إحساس ومشاعر العازف اللي عم يعزف على هيدي الآلة. كتير حلوة وكتير بتجذب العالم ليسمعوها بصوتها الحساس والحاد، لأنه هي تعتبر أعلى نغمة من بين الآلات الوترية. أكيد حنين، يمكن عنا بشكل عام الدول العربية بيحبوا لما يسمعوا صوت كمان أو آلة بيروحوا للشيء الشرقي، فبيختاروا دائما أغاني شرقية، علما أنه بعض هاي الآلات بيناسبها كتير من المعزوفات الغربية اللي بتظهر اختلاف الطبقات فيها والمستويات. طبعا. شو أكتر شيء دربتي عليه؟ شو أكتر شيء بتحبي تعزفي؟ هلا انا بعزف شرقي وبعزف غربي، بس بميل للشرقي لانه الشرقي احلى، يعني بيشبهنا اكثر. تماما. ايه. طيب خلينا نسمع شيء ثاني. محضرتي لنا معزوفه ثانيه؟ شو هي؟ امل حياتي لام كلثوم. يلا. يعطيك العافية حنين، يعني عزفك كتير حلو. خليني أسألك، بلشتي تشاركي بشي؟ بتفكري بس تخلصي مراحل الدراسة إنك تدعمي هاي الموهبة بشي أكاديمي؟ بلا، هلا هيدي بتزيد من خبرتي الموسيقيه، بتفتح لي المجال والافق لحتى اني انا اطور من حالي، اطور من عزفي، اطور من مهاراتي اكثر ما هي تكون بس مجرد موهبه. يعني انا طموحي لبعدين انه انا فوت على المعهد العالي، اتخرج من المعهد العالي وصير موسيقيه وعازفه. بشوفك عازفه كبيره بالفرق الموسيقيه الوطنيه. اكيد اكيد بدنا نتمنى لك التوفيق حنين، ان شاء الله بنشوفك عازفة مهمة على مستوى سوريا والوطن العربي. قديش مهم دعم الأهل
بالبدايه لما يكون الشخص او الطفل حابب يشترك ب او يكون عنده موهبه خاصه فيه؟ الدعم والتشجيع بشكل مستمر، لانه كثير من الاهالي بيقول لك ممكن لا تلهيه عن دراسته بكير بسن مبكر ممكن تاثر عليه. لا هلا هو كثير مهم انه الاهل يشجعوا، لانه اول شيء يعني اي حدا عنده موهبه لازم ينميها، فالاهل لازم الاهل هن اللي بيكتشفوا هيدي الموهبه. فكثير شيء حلو انه لما الاهل بيشجعوا الولد يعني قبل ما يكون هو حابب انه يعزف وحابب انه يصير، الاهل اذا هن اللي شجعوا وهن اللي مثل ما بيقولوا دفشوا على الموسيقى بيكون كثير شيء حلو، وممكن هو يعني يصير يحب الموسيقى، يصير يفكر بانه يعزف اكثر، لانه بما انه اهله هن اللي راضين. ومثل ما قلنا انه هو ابدا الموسيقى ما بتاثر لا على الدراسه صحيح. ولا على اي شيء بشكل يومي يعني او بشكل عام. طيب نحن بدنا نتشكرك حنين، اكيد بنشكر اهلك وكل اللي دعموك من مدربين او حتى من مساندين لشفنا هاي البساطه والعزوبه بالعزف الحلو اللي عم تعزفي لنا اياه، كنت اليوم شاركتينا. واكيد بدنا نشكر كمان مشاهدينا. خلينا نختم ويكون الختام مع موسيقى لحنين. نتشكر كل اللي تابعنا بهاي الفتره الصباحيه، نهاركم سعيد ونهارك سعيد. نهارك سعيد سلمى. اكيد نتشكرك حنين ونتمنى لك التوفيق، اضفتي لصباحنا لمسه هيك موسيقيه كثير حلوه. نتمنى لكل الناس اللي عم يتابعونا بقيه نهار يحمل الخير والبركه وراحه البال لكم. ملتقانا بكره اكيد بنفس التوقيت. تفضلي.